السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في فيديو جديد نوثق فيه حركة البيع والشراء في سوق أبو الشقوق للأبقار والجاموس. خش على بال حاج الصادق الأمين، يعني أنا سمعت الزملاء بيندهولك بالصادق الأمين. بسم الله ما شاء الله. يعني انت ما معكش الحتتين دول ولا جبرت؟ ما معكش جبرت الحمد لله. ومش معنى دول بس، بفضل الله بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. يا رب يجعل يعني ايه سوقهم احسن منهم. يا رب يا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت من الجيل اللي احنا وانا برضو حضرتك كنا ما نشوفش الا الجاموس المصري والبقر المصري اللي هو الاصفر والاحمر والجاموس بتاعنا الاسمر. اما من 25 30 سنه بدات مراكز البحوث يدخلوا ويعملوا هجين بيننا. وبعدين يا رب يبارك في كل حاجه، الجاموس المصري كانت مقاومه لكل شيء. الجاموس المصري هو طبعا مراكز البحوث عملت تهجين ودخلت دي وعودت على الجو بتاعنا، وبقت حياتنا كلها كده اللي هو الهجين ده. وهو بدي باذن الله انتاج حلو يعني بالتربيه وكده. بس سيادتك يا فندم، انا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، دول ذكور. وانا اعرف او سمعت من الكل ان يقول لحمه الذكور افضل افضل من لحمه الاناث طبعا كطعم. ولحمه الاناث يقال ان فيها حوالي 15 كيلو دهن، اكثر من 15 كيلو دهن. بالظبط. يعني اما الذكر حتى احنا في الفلاحين نقول لك الذكر البط. يعني الذكر اغلى. ايوه والله. بس يلا بقى خد رقم التليفون. قول يا فندم. 0100 الاسم السيد عبد الحفيظ. ايوه من ابو كبير. ايوه 0100. ايوه يا فندم. 19544 68. كل سنه وانت طيب يا فندم. شكرا شكرا. طبعا طبعا ملوك الجدعان. اديني واحد يا عم الحاج. ماشي صارت قد العجتين يا ابني. فين حطيتهم؟ فين يا ما تهركش. تعال سيادتك شاريها بكام يا فندم؟ شاري العجلة دي بكام؟ هي ذكر ولا انتاي؟ ماشي كده واحد وجاي. شاريها بكام؟ 8 و6. 8600. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هي ذكر ولا انثى؟ انثى. ربنا يبارك. يعني هي دي ممكن تقبل العشر امتى؟ مش عارف والله. ماشي طبعا 8600 جنيه. ما زلنا نتابع سوق ابو الشقوق للابقار والجاموس. هي حركه البيع والشراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. من سوق أبو الشقوق للأبقار والجاموس. هي بسم الله ما شاء الله، دي ذكر ولا انتاية؟ انتاية. أنت بتبيع ولا بتشتري؟ ببيع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بتبيع بالكيلو ولا بالممارسة؟ لا بالممارسة، بالنظر كده. يعني دي تجيلها 15 مثلا؟ لا يا عم الحاج، دي ب 11,500. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. جميلة جميلة. لا 11,000 والله حلو. ابراهيم مش راضي. ابراهيم مش راضي يبيع. دي بقر مصري ولا هجين برضه؟ لا ده مصري. ده مصري. القرون بتاعتها. قرون يعني. قرون. دي بلدي. لا دي خليط. خليط سمنتال. دي خليط مع ايه؟ سمنتال. خليط سمنتال. سمنتال مع مصري. سمنتال. الاب سمنتال والام مصريه. ايوه ايوه. لا تمام تمام. الاب سمنتال والام مصريه. صح. طب دي سيادتك ما هو مصري مع هولندي. دي هولندي ومصري هولندي. دي مصري مع هولندي. بسم الله ما شاء الله. لا بس والله انا مش بجامل، يعني السعر زي ما انت بتحكي كده معقول. ربنا يبارك. احنا بنمشي باليرض الله. ربنا يعزك.
012-10-2796. شكرا يا فندم. دخلني كده على يا عم بسم الله ما ده هو بسم الله ما شاء الله الوش السمح المنور ده من اسكتلندي. جبت سعد ابو بيرن. بس والله والله العظيم اللي انت بتقوله ده سعر ايه؟ سعر مناسب. طخ جراموس يا عم ابو كبير. طخ جراموس. طخ جراموس من ابو كبير طبعا. ده هجين يعني ده هجين مهجن في ريزن. في ريزن مع بلد. من عهد عبد القادر ابو عسل. سيميتال 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 براون. لان هو يعني حتى الارنند ده صم ها ده سلالة. السلالة المصرية براون. براون مصر يا فندم. براون مع مصر. ايوه يعني ذكر براون. خليط. بسم الله ما شاء الله. يعني ده ذكر. بسم الله ما شاء الله. ده ذكر ولا انثى؟ بنتاي. بنتاي دي لقيتها من حضرة من الهند. ها جاي من الهند اللي قلت لك. لا والله السلالة حلوة. الارنند دول انا شفته في الهند في فيلم هندي قبل كده والله. ايوه يعني في حدود كام دي سيادة؟ هي فاضية 7-6. لا جميلة جميلة والله. يا رب يبارك. ربنا يبارك. الأرنين دي شفته في فيلم هندي. أيوة سيدي. لا أنت ما شفتش. أنت جيلك ما شافش. كان كل حياتنا الجاموس البلدي والبقر البلدي. محمد عبده أمين. محمد أبو عبد. وسمعت كده أحمد أسامي. أحمد دي المعلم أحمد أسامي من طوخ الأقلام. من بلد الدكتور أسامة وفاروق الباز من طوخ الأقلام. انت على دماغنا. انت سيادتك تاجر ولا جاي تبيع حتة واحدة؟ بسم الله ما شاء الله. طوخ الأقلام بلدنا يا عم وشرف لنا. على فكرة دكتور أسامة الباز كان مساعد رئيس الجمهورية وفاروق الباز ربنا يطول في عمره عالم الفضاء يعني. وهو عامل مدرسة عندكم مدرسة فاروق الباز بطوخ الأقلام. سلالات الباقي مش طاير. ده سيادتك ايه النوع دي ايه يا فندم؟ دي براون يا ابو اصلي. دي خالد براون. براون. براون مع مصر. بسم الله ما شاء الله. اصلي دي هولندا من اصلي. التانية دي اصلي. اصلي براون. ودي بلد. استاذ. فرعي جزا الله استاذ. دي ذكر ولا انثى يا ريس؟ يعني دي في حدود كام؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ده معقول يعني ده 8.5 معقول قوي. ايوه بسم الله ما شاء الله. ايوه يا عم كده الناس بتوع دول بتوع طوخ الاقلام الدكتور فاروق واسامه الباز. شرف لنا يا عم. السنة انا من المنصورة يعني ما هي طوخ الاقلام مركز السنبلاوية يعني فاروق الباز وسامة الباز والسنبلون برضو عندنا ام كلثوم يعني علماء. ايوه انت مز زهيرة من كلثوم دي. ف مش عارف يا عم الله مصطفى. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتابع من سوق ابو الشكوك. دي هي نوع دي ايه يا فندم؟ دي هولندي صافي يعني ما هيش خليط. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. طبعا دي بقى لها حسبه ثانيه. الاصل ده وضع ثاني. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. دي ذكر ولا نتاي؟ ها نتاي. ده النتاي افضل لان هي لما تكون اصليه نتاية بتدي اجيال جديده. بتدي اجيال جديده. طب هو ما يحب يلقحها من بلدي ولا ما يكون اللي هم العرب او الناس اللي عندها تلقيح هولندي. دي ما بتيجي لوحدك بطريقه تلقيح. تلقيح صناعي صافي. تلقيح صناعي. لا بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. يا رب يعزك. يبقى ما زلنا نتابع من سوق ابو الشكوك.
عن سوء أبو شقوق للأبكار والجاموس. هذا ما لدينا، نشكركم ونشكر حسن المتابعة، وإن أعجبكم الفيديو أرجو الاشتراك للقناة لدعمنا ولكي نستمر. اليوم 13/6/2021، شكرا.